وللحديث أكثر عن الملف اليمني وإعدام ميليشيا الحوثي الأخير لمجموعة من المواطنين المدنيين اليمنيين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك أخي العزيز والمشاهدين. وسط حضور من بعض الجمهور اليمني، مع الأسف أعدمت صباح اليوم ميليشيا الحوثي 9 مدنيين بتهمة اغتيال صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق في الميليشيا. كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟ أولا تعازينا للشعب اليمني ولأهالي هؤلاء الضحايا المدنيين الذين قتلوا بطريقة بشعة وبمذبحة مروعة هزت وجدان اليمنيين كلهم، يعني وراح ضحيتها 9 مدنيين أبرياء اختطفتهم ميليشيا الحوثيين، بينهم قيادات في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، وبينهم طفل اعتقل وتعرض للتعذيب، جميعهم تعرضوا للتعذيب الرهيب. هذا أحد الضحايا وهو طفل تعرض للتعذيب حتى كسر عموده الفقري، وظهر في الصور في ساحة الإعدام صباح اليوم وهو يستند على أحد العسكريين التابعين لميليشيا الحوثي لأنه لا يقوى على الوقوف لوحده، ومع ذلك أعدموا كلهم في مذبحة مروعة. واليوم حزين في حياة اليمنيين الحقيقة، وكل أيام اليمنيين باتت مشبعة بالحزن والألم والقهر منذ مجيء هذه الميليشيا الإجرامية إلى المدن واجتياحها للمدن والبلدات اليمنية وسيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد. ميليشيا الحوثيين امتداد بشع للإمامة الإجرامية في اليمن، وهي نسخة أكثر قتامة للنظام الإيراني الفاشي، وتمارس التنكيل والقمع والترهيب بحق اليمنيين، تختزن كمية هائلة من الإجرام والحقد والكراهية ضد الشعب اليمني، وتمارس هذا الإجرام تعبر عنه من خلال هذه المذابح التي لم تشبع منها منذ انقلابها على السلطة في سبتمبر 2014. حتى هذه اللحظة قدم هؤلاء الشباب أو هؤلاء الضحايا إلى محاكمة أزلية ومسرحية أمام الجزائية المتخصصة التي عين أعضاؤها من طرف ميليشيا الحوثيين، وهي محكمة غير شرعية وغير قانونية أصلا. هل سمح بحضور دفاع عن هؤلاء المتهمين؟ كانت المحاكمة هزلية بكل ما تعنيه الكلمة، كان هناك محامين تطوعوا للدفاع عن هؤلاء الضحايا، لكن في الحقيقة لم يسمح للمحامين باتخاذ الإجراءات القانونية السليمة. هناك العديد من الإجراءات التي تمت بالمخالفة لمبادئ الدستور والمحاكمة العادلة، هي كانت عبارة عن مسرحية هزلية أمام القضاء، أمام المحكمة، محكمة كما قلت. نعم. طيب بالنسبة للتنفيذ سيد محمد، بالنسبة للتنفيذ، نعم وصلت الفكرة. فيما يتعلق بتنفيذ هذه الإعدامات، من الواضح كما تابعنا اليوم أن الميليشيا قامت بإعدامهم في ساحة عامة وسط صنعاء، وعلى ما يبدو أن هذا استنساخ لنموذج النظام الإيراني في إعدام المعارضين، ما دلالات ذلك؟ كما قلت في بداية حديثي، ميليشيا الحوثيين تغترف من مخزون هائل من الكراهية والحقد والإجرام، وهذا المخزون هو جزء من الثقافة الإمامية في اليمن وأيضا الخمينية، التجربة الإيرانية الفاشية. وهذه الإعدامات في الحقيقة يعني هي رسائل للمجتمع لمزيد من الإدعام، ورسائل لقهر المجتمع وإجباره على الرضوخ لهذه الميليشيا ولسلطتها القمعية الفاشية، ورسالة لإسكات أي أصوات يمكن أن تكون معارضة لسلوك هذه الميليشيا ولسياساتها وللبطش بالمجتمع. وبالتالي هذه المذبحة التي تمت اليوم هي تحمل العديد من الرسائل هذه، من بينها ومن بينها أيضا أنها تحاول طي صفحة الخلاف الذي كان غير مرئي بين صالح الصماد الذي اتهم هؤلاء الضحايا بأنهم تورطوا في اغتياله، وبين قيادات حوثية أيضا في صنعاء. وكانت هذه المذبحة هي قربان
طي صفحة صالح الصماد و يعني لمصلحة جناح معين في ميليشيا الحوثيين. وبالتالي نعم. هناك صراع أجنحة بين هذه الميليشيا والضحايا هم يمنيون ومدنيون وأبرياء فقط لتقدم من خلالها أو لتستثمر من طيب. خلال بنائهم. جرى ذلك أستاذ محمد، جرى ذلك بينما الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية والجميع طالب بضغط أممي ودولي لوقف هذه العملية، عملية الأعدام، لكن لم يستجب هذا المجتمع الدولي، لماذا باعتقادك؟ لأن ميليشيا الحوثيين هي صنيعة المجتمع الدولي للأسف. المجتمع الدولي ساهم في إيصال هذه الميليشيا إلى العاصمة صنعاء، وهو من مهد لها الطريق، وهو من منحها الغطاء السياسي عندما تم القبول بها في مؤتمر الحوار الوطني الذي كان برعاية الأمم المتحدة. وبالتالي المجتمع الدولي مسؤول بشكل مباشر عن سلوك هذه الميليشيا وعن ازدرائها للقانون وللحياة والحق في الحياة، هذا الحق المقدس الذي تعبث به ميليشيا الحوثيين منذ انقلابها على السلطة وإعلانها الحرب على المجتمع اليمني. كل سلوكها وكل جرائمها تتم نعم. تحت مرأة ومسمع من المجتمع الدولي بدون أي حراك. شكرا، ويتعامل معها بسياسة. شكرا لك أستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا من إسطنبول.